هل تنتهي هذه سيناريو توحيد الانتخابات قوائم لا يمكن إلا أن فتح نعود إلى بيت الفتح. داخل المجلس التشريعي هي واردة بقوة؟ يعني هل نحن أمام تكتيك فتحاوي من هذا النوع؟ لا يوجد أي شك في أن الفتحاويين في البرلمان القادم في المجلس التشريعي القادم سيعملوا مع بعض وسيحاولوا بناء جسور وسيحاولوا إزالة نقاط الاختلاف وسيحاولوا التركيز على نقاط الاتفاق. هذا كله تحصيل حاصل سيحصل بالتأكيد وسيجدوا أنفسهم في نفس الموقع في نفس المكان المشترك. في نفس الوقت يجب أن نعمل وبكل قوة على إنجاز الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية الحقيقية التي تنهي الانقسام وتعيد قطاع غزة للنظام السياسي والإداري، وفي نفس الوقت تنشئ نظاما سياسيا جديدا يقوم على أساس الشراكة بين كافة الأطراف وموقف سياسي واضح وموحد ومقبول من الشعب الفلسطيني وكذلك مقبول من المجتمع الدولي. نعم، نأتي على قضية الطعون دكتور ناصر. أكثر من 225 أو 26 رفضتها هذه الطعون لجنة الانتخابات المركزية من أصل 231. اليوم رئيسة محكمة القضايا الانتخابات تأجيل البت في الطعون إلى يوم الأحد المقبل. من المستفيد؟ ما هي السيناريوهات الواردة في هذا المجال؟ هل هناك محاولة لإقصاء بعض الشخصيات والأسماء أو القوائم؟ طبعا يعني هناك الكثير من السمات غير الديمقراطية التي شابت التحضير للانتخابات الفلسطينية في قضايا كانت مؤسفة للغاية، خصوصا تلك المتعلقة بالقانون وتعديل القانون ثم تعديل التعديل أو تصحيح التعديل ليصبح يعني ليظهر أنه هذا غير حقيقي وغير جدي. هناك تعديلات متعلقة بالاستقالة جعلت من استقالة جحيم، يعني يواجه أي شخصية فلسطينية موظفة في السلطة الفلسطينية تم استخدامها بشكل سلبي للغاية. هناك عملية تخويف وهناك عملية تهديد وهناك عملية انتقام من بعض الأشخاص سواء كانوا المرشحين أو الداعمين لقوائم معينة. ثم جاءتنا بالنهاية مسألة الطعون، والحقيقة هذا ليس ذنب القانون ولكن ذنب الأعضاء القائمين أو الناس القائمين على القوائم. كان في بعض الجوانب السيئة للغاية في هذه الطعون، لم تكن طعونا جدية على الإطلاق وكانت تشهيرية، في بعضها جاب معلومات اللي يفترض أن تكون معلومات سرية من النيابة، نعرفش كيف حصلوا عليها، لكن هذا يعطيك يعني مظهرا آخر من مظاهر التعاون غير المشروع بين قوائم انتخابية وأجهزة الدولة أو أجهزة السلطة. على كل حال لجنة الانتخابات المركزية كما أشرت أنت رفضت معظم هذه الطعون وذهب الباقي إلى المحكمة. أنا أثق أن المحكمة ستتخذ القرار المناسب في هذا المجال. يعني الحديث عن